أهدافه معرض علم الإحياء. واحد، تثبيت وتصديق الإيمان بالله تعالى وفق أحكام الدين الإسلامي، وذلك عن طريق مشاهدة ما في هذا الكون من عظيم الخلق وعجيب السن، وملاحظة الدقة الرائعة في الحوادث الطبيعية واكتشاف انسياقها التام وخضوعها الكامل لقدرة الله. اثنين، تعويد التلاميذ على المناقشة والبحث والاستنساج في كل ما يسمعه ويراه ويفكر فيه ليصل إلى الحقائق لتنمية الروح العلمية لدى التلميذ. ثلاثة، تزويد التلميذ بالنقد المهذب والحقائق والمفاهيم العلمية التي تساعد على فهم التفسير الظواهر باستخدام الطرق العلمية كالمشاهدة والتجريب. أربعة، قرص بذور الطرق العلمية في نفوس التلاميذ، وذلك مثل تحليل المعلومات والتحقق من صحتها وإبداء الرأي فيها والمساعدة في البحث العلمي. خمسة،